مع دخول موسم السفر وما يتطلبه من خطة متكاملة، استدعى عقد اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للطيران المدني ناقش خلاله تطورات عملية التدقيق الأمني الذي ستجريها إدارة أمن النقل الأمريكية TSA لمطار الكويت الدولي. وقال المجلس في بيان إن الاجتماع استعرض الإجراءات والتدابير الأمنية التي اتخذتها الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة للطيران المدني والخطوط الجوية الكويتية. ومن مطار الكويت الدولي ينضم معنا مراسل تلفزيون دولة الكويت إبراهيم السرحان للحديث عن أهم الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة للطيران المدني خلال فترة شهر رمضان المبارك. إبراهيم، بعد التحية، ما هي أهم الإجراءات المتخذة في مطار الكويت الدولي؟ صب عليك وعلى السادة المشاهدين، تواجدنا اليوم في مطار الكويت الدولي لنقل الصورة الحية والمعبرة عن المغادرين والمسافرين في مطار الكويت الدولي. طبعا الصورة اختلفت من بعد الفطور، بعد الفطور شفنا شوية زحمة، الحين خفت الزحمة. طبعا ننقل الصورة كما سعت إليها وزارة الداخلية لتفادي الازدحام في مطار الكويت للمسافرين والمسافرين المغادرين للمسافرين طبعا بشكل عام في مطار الكويت الدولي. ننقل هذه الصورة. طبعا وزارة الداخلية بينت وحثت وتسعى لزيادة الكاونترات في مطار الكويت الدولي والمزيد من التفتيش في للأمتعة المسافرين. المزيد من الحديث ينضم إلينا العقيد المقدم سليمان خالد الحميدان، رئيس قسم امن المبنى اداره امن المطار في مطار الكويت الدولي. صباحك بخير. صباحكم الله بالخير وحياكم الله وكل عام وانتم بخير. وانا سعيد جدا ان مستضيفين في هالمقابله هذه. حاليا احنا لدينا خطه معمول فيها ومدروسه وقاعدين نطبقها لهذا الموسم. ما يخفيكم يعني الموسم حاليا موسم عطله الصيف وعقبها عطله عيد الفطر، وبعدها ان شاء الله موسم الحج وعطلة عيد الاضحى المبارك. لدينا تعليمات وتوجيهات من قبل القياده لدينا وعلى راسهم سيدي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليه الشيخ محمد الخالد، وباشراف مباشر من سعاده سيدي الفريق سليمان الفهد بتنفيذ هذه الخطه وتقديم كافه التسهيلات للركاب المغادرين والقادمين من السفر بما لا يتعارض مع الاجراءات الامنيه المعمول فيها مطار الكويت الدولي. يعني شاهد في اخر شهر رمضان خاصه وفي عيد الفطر السعيد صوره مغايره عما سبق من ازدحام في مطار. نعم ان شاء الله تم استحداث بوابات جديده لدخول الركاب قبل وصولهم الى اجهزه التفتيش الامني واجراءات اكمال اجراءات انهاء اجراءات السفر بالدخول الى صالات الترانزيت. وان شاء الله راح تلاحظون هذا الشيء ان شاء الله يشرف دولتنا الحبيبه ان شاء الله ويقدم كافه التسهيلات للركاب. راينا ايضا تزايد في عدد رجال الامن في مطار الكويت. نعم تم تكثيف القوه من قبل الوزاره للتعامل مع من مطار الكويت الدولي إبراهيم السرحان، شكرا جزيلا لك.